ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده معانا عربيه مختلفه شويه، وهنعمل حاجه مختلفه عن العادي. هي عربيه اي ام جي جي تي 43، هتركب داون بايب سيراميك من ارنو فاكس. وزي ما انتم عارفين طبعا احنا الوكلاء الحصريين للشركه دي في مصر. هنسجل لكم قبله وبعد ان شاء الله، بعد ما نخلص.